هو أمير الشهداء ومهندس الانتفاضة الأولى، الرجل الرمز في تاريخ النضال الفلسطيني وأحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، خليل الوزير أبو جهاد، الاسم الذي لطالما شغل لسنوات طوال عقول كبار ضباط جيش العدو ومخابراته، ونفذت وبإشراف مباشر من إيهود باراك عملية الاغتيال لتخسر فلسطين بذلك بطلا ومؤسس فكر وعقيدة ونضال.